السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. نزولا الطلب ديالكم البنات في انستغرام، يعني ماشي غادي اول مره تقولوها ليا، يعني حتى في لي سول الفايتين طلبتوني، قلتوا ليا عفاك اختي كي كديري لي سول، فين كتقضي لي سول ديالك؟ بزاف تاع الاسئله، انا هنحاول نجاوب على اغلبيه الاسئله كتسولوني عليها. كما كتشوفوا انا دابا بديت لي سولد ديالي ديال الصيف ديال السمر ديال 2019. الا شتوني تقديت وتقديت دي غرو مارك، ولكن تقديتهم ا بوتي بري، يعني كون انا مشيت تقديت دابا هاد لي مارك كنت تقديتهم انايا بلا لي سولد كون خلصت لو تريبل، يعني ثمن مضاعف ثلاثه المرات. عندكم ما تشوفوا عندي ارماني، عندي تريوم، عندي لا ماركون، عندي دي تقديت من اوسي لا غالري لا فايت، حتى هي طامبرنا، عندي نايك، تقديت اوسي من لاكوست، يعني سي دي غران مارك لي بري ديالهم كيكونوا غير 100 أورو بار بيس الفوق، يعني لو موان شير عندهم كيكون كيكون 60 أورو، يعني 60 أورو. انا ما كنقدرش نطق ديك أورو بالحربيه، كتجيني شويه تنتقابل اللهجه ديالي. ما علينا، غادي نبداو دابا لا فيديو، غادي نعطيكم حوايج، غادي نشرح لكم كيفاش كي تلبسوا لي مارك بالاثمنه بسيطه، يعني تلبسوا لي مارك بلي دي بوتي بري. نقول لكم الاثمنه اللي كتشرو بهم نتوما الحوايج وسط العام، يعني او ميليو دلاني كتشروهم في كيابي، تشروهم في اكستانسو، تشروهم في دي مارك صغارين، بدل ما تمشي انت تشري تريكو 20 اورو ولا اون روب 20 اورو في كيابي، ديك 20 اورو تقدري تشريها مثلا في شي ماركه تكون كبيره، بحال مثلا في جيس، ولا تقدر تاخديها في مونغو، ولا فهمتوا شبيت نقول لكم البنات في لي سول. اول حاجه غادي نطرق عليها هو الهضره اللي كيقولوا الناس على التخفيضات. انا تنعرف البنات فاش كنقول لها غادي نمشي ندير لي سول، كتقول لك اوا صافي لي سول فيه غير ديشي. اول حاجه لي سول ماشي ديشي، كيقول لك لا كيحطوا فيها غير ديشي. نو، خاصكم تعرفوا شنو هما لي سولد. لي سولد هما انهم كيجيبوا لا نوفيل كوليكسيون، تيتقدوا منها الناس اللي كيجيو وسط العام، كيبقاو ليهم الحوايج ما تباعوش، اش كيديروا لهم؟ كيديروا كيسولديوهم، ولا عاوتاني شي حاجه ما كتباعش بزاف كيسولديوها، وهما كيسولديو باش الناس يجيو يتقداوها وتخوا ليهم السلعه من المكازان ويجيبوا سلعه جديده. داكوغ. تاني حاجه هي خاصكم البنات اللي كيسولوني على لي سولد امتى كيكونوا، خاصكم تعرفوا بالنسبه لفرنسا، هضر على فرنسا وشبونس حتى اون اوروب بحال لسبان، لي سولد كيكونوا دو فوا في العام، كيكونوا جوج المرات، كيكونوا لي سولد ديال الشتاء وكيكونوا لي سولد ديال ليتي، يعني كيكونوا ديال ليفر اي ديال ليتي ديال الصيف. ديال الصيف بداو هاد العام لو 26 جوان، بداو لو 26 جوان لي بداو لي سولد نهار 26 يونيو، وبيساليو نهار 6 غشت، غادي يساليو لو 6 اوت لي سولد. يعني بنات الي فازي بروفيتيو. ها حاجه اخرى خاصكم تعرفوا، كاينين لي اوتليت، اوتليت هما اللي كتشوفوني كتقدا فيهم انا بزاف حيت تروف كو سي بلوز انتريسون انا الواحد يتقدا في لي اوتليت، يعني كنلقى بانه زعما كتشريو بثمن مناسب بزاف لي اوتليت. كنحاول نترجم بالعربيه، سمحوا لي. المهم اشنا هما لي اوتليت؟ اوتليت هما لي مارك اللي كيكونوا كبارين، ما تنهضرش على لي مارك دو لوكس، يعني كنهضر على لي غرو مارك، لي مارك دو لوكس بحال يعني par exemple Louis Vuitton, Chanel، دوك لي غران لي مارك دو لوكس ما كيديروش لي سولد، عمرهم ما كيديروا لي سولد. كاينين لي غران مارك، لي غران مارك كيديروا لي سولد بحال لاكوست، بحال
Armani, بحال هيغو بوس, بحال هاد لي غران مارك كيديرو لي ستوك. الوغ هاد لي غران مارك, هاد الماركات اللي كيكونوا كبيرة, ما كيتمشوش ليهم, ولا ماشي ما كيتمشوش, يعني ما كيتباعوش ليهم كلشي الحوايج اللي كي برودويو, يعني كلشي الحوايج اللي كينتجو. يعني فاش كيديروا واحد لا كوليكسيون, يعني واحد لا كوليكسيون فاش كينتجوها ما كتباعش ليهم كلشي, كتبقى عندهم يا اما في لوزين يا اما كتبقى عندهم في لي ماغازان. عندهم دي ماغازان كيقولهم لي اوتليت ولا ماغازان دوزين, كاينين بارتو البنات, سي بارتو دون لو موند اونتي, يعني كاينين في لوروب, كاينين في لا تركي, هادشي بعدا كنتأكدة منو انا حيت كنت فيهم, كاينين في الاسبان, كاينين في لا تركي, كنت هما مشيت ليهم. الوغ اش كيديرو دابا السلعه لي برودويو داروا لها لا برودكسيون عام اللي فات وشاطات عندهم بزاف وما تباعتش, كيهزوها كيدوها لي ماغازان دو اوتليت وكيديروا ليها 30%, يعني كتكون ناقصين لو بري ديالها توت لاني ا 30%. يعني دابا كون مثلا هاد العام لقيتي هاد السروال كيدير مثلا في مثلا نقول انا قيس ب 100 يورو هاد العام, العام الجاي غادي تلقاي في لي اوتليت ب 70 يورو, ناقصي ليه 30%. داكوغ, يعني سي فو تروفي ان بونطالون سيت اني ا 100 يورو دون لو ماغازان باغ اكزومبل قيس, لاني بروشين فو زالي لو تروفي دون لي اوتليت ا 70% à 70 euros. D'accord, il y a moins 30% sur les articles outlet. Ou had les outlet, je vous comme qu'on a baissé les prix de leur l'an كل 30%. فاش كيجيو les soldes, كينقصوا encore plus, يعني داك le prix affiché ديالهم, داك le prix باش كيبيعوا هما, كينقصوا عليه, 50%, 40%, ça dépend. فهمتوا البنات؟ داك الشيء اش كنقول لكم, لي اوتليت سون انتريسونت و اي سون بارتو, يعني البنات غير ضربوا في الانترنيت ديروا اوتليت لو بلو بروشين عندكم راه يخرجوا لكم. بالنسبه لباري كاينين بزاف, كاينين مثلا لي ماغازان دوزين كاينين اون سيري سميتها مارك افوني, انا غنكتب لكم السميات لتحت. مارك افوني كاينه بارتو فرنسا, داكوغ, ديرو مارك افوني غادي تخرج ليكم بارتو, كاينه تقريبا في كلشي لي ريجيون ديال فرنسا كاينه فيهم. وكاينين لي اوتليت مثلا في باري, كاينين انا اللي تنعرف جوج لي كاينين, كاين ديال هذا اللي في 78 يعني في لي زيفلين قريب ليا فين ساكن انا, كاين في بليزير, كاين في لي زيفلين في 78, كاين في بليزير سوب كلي سو بوا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غير ديروه, كاين سميتو وان ناسيون, هذا جامعين فيه لي ماغازون كيما فيهش بزاف, ماشي بحال لي اوتليت الاخرين اللي شفت حيت جديد يلا تحل واحد عامين. وكاينين دي اوتليت بحال مثلا ديال اديداس, نايك, اش كاين اخر ديال اوكسترا, كاين ديال الدراري, كاينين في بليزير انا كيعجبني نمشي ليها حيت كتجيني قريبه وفيها بلوس دو ماغازون. داكوغ, و الاوتليت اللي كيجيب ليا انايا تمام و ديما تنقولها عليكم البنات هو اللي كاين في مارلا فالي. داكوغ, انا كنحاول نشرح لكم بزاف يجيكم شويه الفيديو طويل, ولكن كنحاول نشرح لكم حيت البنات بزاف كيقولوا ما حنا ما عارفينش هادشي. لو اوتليت توب اللي كاين في سور باري هو اللي سميتو فالي فيلاج, كاين في مارلا فالي. داكوغ, حدا ديزني لاند, كاين حدا ديزني لاند, هذاك في كلشي لي غروند مارك, يعني لونسيل, مايكل كورس, كاينين فيه هيغو بوس, فيه غوتشي, فيه لائحه طويله بربوري, كاين فيه واش نقول لكم لائحه طويله طويله بزاف كاينه فيه, يعني لي غرون مارك كلهم كاينين تما. اللي انا كيجيني بعيد كما قلت لكم البنات. الوغ نشوف اش باقي قلت لكم قيتهم. واحد حاجه اخرى البنات, الا بغيتو ديروا لي سولد, انا بوغ موا
حاجه كتكون انتريسونت هي كتكون ا بارتير دو موان 50. يعني انتي تجي تاخدي ان ارتيكل وتقولي اه شنو انا خديته ناقصين فيه 20% ولا 30%، انا بور مو جو تروف با انتريسونت. دونك ما كانش شي غروند مارك ما كديرش لي سولد بزاف كبارين، بحال كاينين سارتان مارك كيديروا غير 20% 30%. داكوغ انا متفقه معاك في ديك القضيه، ولكن بحال ما تمشي تاخدي من مونغو ولا من بيرشكا فيها غير 20% ولا زارا، ما سي با انتريسونت، فهمتوا؟ خاصكم تحاولوا تخلوها حتى تولي 50. اول حاجه، حاجه اخرى هي انكم لي سولد السيمانه الاولى ما كيكونوش انتريسونت، يعني ما كيكونوش مهمين. علاش؟ حيت يلاه كيبداو لي سولد كيبداو ينقصوا غير 20 30 قليلين لي زارتيكل كيديروا فيهم موان 50، فهمتوا؟ يعني انا كنجي كنلقى دابا دي غوب عجبوني فيهم موان 30 كنخلمتو كنقول لكم فيهم موان 50 وناخذهم. سي فغي كدوز واحد السيمانه ولا جوج كنردوهم موان 50 كناخذهم ابخي. داكوغ البنات، الو نشوف واش قيت مع قيت كلشي النقط اللي غادي نقول لكم. واحد حاجه اخرى عاوتاني، ردوا ليها البال البنات، لي ماغازان لي كيطلعوا لو بري يا بري في لي سولد كيطلعوا الثمن كي غونفليو كيما كنقولوا تينفخو، من بعد كينقصوا لك يلاه هما تيجيبوا في داك الثمن ديالهم وانت كتقولي واه راه نقصوا لي سولد. الوغ هادو كيكونوا باينين. اول حاجه باش تعرفي كتشدي التيكيطه كيبانوا لك لو بري لي دايرينو راه من السقف فوق التيكيطه، عاد كيقولوا لك موان 50 ولا كيديروا لك الثمن اللي باش نو. الا لقيتو ماغازانك بحال هكاك عيطوا لمصلحه المستهلك، عيطوا لمصلحه المستهلك وقولوها لهم، ولا سيروا عند ريسبونسابل قولوا لهم هادشي اللي كديروا انا غادي نمشي نتصل بمصلحه المستهلك. هما ديك الساعه يبداو يتفاوضوا معك يقول لك ودي غير سير انبيعوا لك غير بدو اورو غير دي وزكتي، فهمتوا؟ انا نعطيكم باغ اكزومبل هادو حوايج كيداروا. شنو اخر؟ اذا بغيتو ديروا لي سولد نصيحه عندي انكم سيروا الصباح. الصباح احسن الوقت هي تمشوا الصباح. علاش؟ حيت يلاه كيحطوا السلعه مازال ما استع عليها مازال ما استوع عليها الناس. وحاجه اخرى، كل الاربعاء كيزيدوا لا نوفيل دي مارك، يعني كيزيدوا تخفيضات اخرين. داكوغ انا قلت دابا وقيلا قلت لكم كل شيء اللي خاصو يدار. صافي دابا غادي نوريكم انا الهميزات، ما غاديش نوريكم كلشي حيت كما قلتها لكم كما قلتها لكم في انستغرام، انا هنايا ماشي مقضيه غير راسي، مقضيه حتى لا فامي تاعي، عندي دي كادو ما غاديش نوريهم حيت غادي نقتل المفاجاه. غادي نبدا باغ اكزومبل بهذا ديال ارماني، راه كنت وريته لكم في لي ستوري ديال انستغرام، عاد تما طلبتوني قلتوا لي ندير فيديو. الوغ هاد لو بونطالون كما قلت لكم ديال ستيل بوي فريند، هذا البنات غنوريكم الثمن ديالو. ها نتوما البنات، هذا خديته من اوتليت ديال ارماني، الثمن ديالو كان كيتباع عام اللي فات في لو ماغازان ديال ارماني العادي، يعني ماشي اوتليت، كان كيتباع ب 230 يورو كما قلت لكم تقريبا 50%، ما نعرف واش تيبان مزيان. وي ماتنا دابا كيبان، كان كيتباع 250. فاش جا العام لي موراه بدا كيتباع في لي ماغازان تاع اوتليت نقصوا ليه 33% ولا كيتباع ب 154. يعني الا مشيت انا وسط العام هاد السروال كنت غادي ناخذو 154، يعني كنت قديتو في العام فاش خرج كون خديتو ب 50000 ريال 230 يورو، وكون خديتو في اوتليت بلا لي سولد كون خديتو ب 154. داكوغ، ولكن انا في لي سولد خديتو كما قلت لكم ا 40 يورو، خديتو ب 40 يورو، بحال قلتو تقريبا 8000 يعني 430 درهم شي حاجه بحال هكا، باش خديت هاد لو بونطالون ديال ارماني اللي كيدير 50000 ريال. شتو البنات؟ من 50000 ريال حتى ل 8000 ريال. داكوغ، ها هو، وكيجي خطير في البصر. هنا هادو
هادو ديال لانجري يعني ديال الحوايج ديال الداخل غنخليهم هادو هما الاخرين داكوغ البنات حيت بغيت نشرح لكم فيهم شي حوايج اخرين الوغ هادي هادي نوريكم هادي اون شوميز ديال مون ماري شحال كانت كدير هاهي حتى هي ارماني هادي لو بري انيسيال ديالها نو لو بري باش كانت كتباع في المحلات ديال ارماني كانت كتباع 160 يورو 160 يورو اوف لي ماغازان ديال اوتليت ناقصين ليها 33% يعني كطيح ب 107 يورو داكوغ وديري ليها موان 50 ديري ليها موان 50 خديناها ب 50 يورو هاد القميجه عوض ناخذوها ب 160 خديناها ب 50 يعني بحال قلنا نقصنا 110 اورو 110 اورو اللي ربحت انا فهاد القميجه داكوغ خديتها ب 50 عوض 160 داكوغ هادي هادي وريتها لكم حتى هي في البارح اون ستوري هاد لا روب لا روب ديال غيس هي عندها ديال كل باتو تشي هكا في اللبسه تاعها هي اون دونتيل وهادو كيجيو باتو فوالا هاد ديال البنات كانت كدير 109 يورو يعني بحال قلتو تدير ب 22 الف ريال 1200 درهم هاد لا روب تقول واه سي دي بري اكزاجيري نو هادو هما لي بري نورمال البنات ديال الا مشيتو للماغازان تاع غيس مثلا اللي كاينه في سالازار ولا اللي كاينه في لا ديفونس ولا هاد الاثمنه اللي غادي تلقاو البنات تلقاو 109 يورو في هاد الكسوه داكوغ الوغ هادي ردو لو بري اوتليت ديالها 65 حيت هاد لا كوليكسيون ديال العام اللي فات داكوغ هاد لو بري ديالها دابا كتباع في اوتليت 65 العام كله ولي كيف لا بيريود دي سولت كيزيدو هاد لي باستيل هادي فيها موان 50% يعني انا خديتها بشي 33 يورو ولا 32 يورو باش خديتها اورو هاكا هادو لي تيشيرت ديال غيس هما خديت فيهم دو فوالا سي دي تيشيرت عاديين الوغ لو بري ديالهم 50 يورو كيتباعو في المحلات تاع غيس ب 50 يورو اوف اوتليت لي ماغازان اوتليت يعني غيس ديال اوتليت حيت قلت لكم اوتليت هي واحد كيكون ان سونتر وكيكونوا فيه لي ماغازان لي ماغازان دوزين ديال لي غون مارك داكوغ كيتباع ب 29 كل 30 يورو وكان 30% في الاول ديال لي سول كانوا هاد الباستيل الخضراء كتعني ناقص 30% انا شتهم في الاول تاع لي سول ومن بعد زادوا هاد الباستيل كا هادي تتعني 50% يعني خديتونا ب 15 اورو ولا جلستو كاع اخر سيمانه كيولوا كيديروا لهم 10 اورو 10 10 10 حتى السراول ب 10 اورو عقلتو كنت وريتهم لكم في لي سول ديال جونفي كنا خدينا دي بونطالو ب 9 اورو في غيس الوغ هادو غنوريكم عاوتاني نكمل كيس غنكمل كيس ونوريكم هادو كنت وريتهم لكم في لي ستوري هادو سي دي روب خديتهم لبنتي هي سي اون روب هي ولا سانتور ديالها كانت كدير ب 60 يورو ب 56 يورو وردوها 35 ونقصوا فيها 50% يعني اي وحده داروا فيها هاد لي باسي بحال كره يعني هاد الثمن قسمي على جوج يعني انا نقولوا خديتها ب ماشي 16 اورو 16 بحال هكا ولا 17 فوالا هادي حتى هي من كيس حتى هي خديتها لبنتي هي كدير الثمن ديالها 40 يورو من بعد اوتليت 25 و
و25 كتقسموها على جوج، يعني حديتها بشي 13 اورو. المهم انا نوريكم غير كلكو زان، راه خديت بزاف، راه كنت وريتهم لكم في لي ستوري، خديت اوسي لي فيست لي مونتو لي دودون، خديتهم من جيس، كنت وريتهم لكم في لي ستوري. ها اللي جمعتهم انايا في لي فاليز، طلعتهم حيت جاوا الشتا. الوغ هادي تا هي كدير 39 نقصوا منها 24، يا ربي ولات 24، وهاد 24 قسموها على جوج حيت عندنا هاد لاباستيل، يعني خديتها ب 12 اورو تاع هاد لا شوميز تاع كيس. ها نتوما 12 اورو، 12 اورو غادي تلبسي كيس، هو تما باش تمشي تشري به قميجة في كيابي ولا في لاهال، فهمتو؟ و كخوايي ما البنات الحوايج تاع لا مارك كيصبرو على الحوايج ديال سو ماركا. هذاك الحوايج ديال كيابي جوج تصبينات، ها هما كيحفاو يا هما كيتحبوا، داكوغ. هادي حتى هي اون غوب ديال كيس، ها هي. هادي حتى هي كانت كدير 56 اورو 56، بري اوت لي 35 وفيها موان 50، يعني خديتها حتى قلت لكم بشي 13 اورو. فوالا حنا سالينا هادي. غنوريكم دابا نايك. الوغ دابا البنات غادي نوريكم النايك، حتى هو عندو اوتليت ديالو. هاد خديت هاد لي شوسيغ، الوغ هاد لي شوسيغ كانو كيتباعو عام لي فات، لاني ديغنيغ كانو كيتباعو ب 31، هاد الصباط كان كيتباع ب 31. الوغ لو بخي اوت ما تباعش ليهم كيما قلت لكم، ولا عندهم ستوكشات بزاف، ردو في اوتليت ب 21. هما شوفو نوريهم لكم، هما سي دي صندال تاع تلبس، كيتلبسو في لابيسي، تلبسو في البحر، في لي روندوني، في الجبل، فهمتو؟ سي فريمون براتيك. ها هما تاع نايك، هادو البنات لو بري ديالهم اوتليت 21 عوض 31، كانوا دايرين لهم موان 50، خديتهم انا ب 10 اورو، يعني هاد لي شوسيغ خديتهم انا ب 10 اورو عوض 31 اورو. شفتوا البنات؟ هادو حتى هما تاع نايك، هادو هنوريكم ها هما. هادو تاع نايك لو بري ديالهم كان ب 40 اورو، يعني كون مشيتو للمحل تاع نايك غادي تاخذوهم ب 40 اورو، نقصوا ليهم 2 ولو ب 32 اورو، وهاد 32 اورو هما رادين موان 50 سورتو الماغازان، هاد 32 قسموا على جوج يعني ب 15 اورو، ب 16 حيت 32. هانتوما شتو البنات، الا هانتوما كدير 32 ديري ليك موان 50، ها هو راه موان 50 ناقص 16 وكطيح ب 16. شتو البنات؟ هنا غادي نوريكم هاد لاختيك، هذا سي هادي لا مارك غون، هادي لو بري انيسيال ديالها لو بري 89 اورو، و في الاوتليت خديناه ب 62. دابا هاد التيشيرت ديال غون عوض ناخدو انايا ب 89 اورو في المحل ديالهم، خديتو في اوتليت ب 62. داكا ألوغ، هنا
غادي نوريكم ديال لا غاليري لافايت. نعطيكم دي زامبل. هادي هادي كوسيون هادو. غنوريكم لي زامبل ديال لي شوزور. هادو سي دي شوزور دو تامبرلان. كتبان لكم هادو. الوغ هاد لي شوسيغ كانوا كيديرو 145 يورو. هادو كانوا كيديرو قولو 30000 ريال. كانوا كيديرو كلشي عارف تندرلان راه سي دي بري شير. لو بري اوتليت رجع ب 101 اورو. ودايرين في لي شوسيغ في لا غاليري لافايت ديال وان ناسيون دايرين في كلشي لي زارتيكل عندهم موان 50 على لو بري اوتليت، يعني ماشي على لو بري انيسيال. داكوغ هادو خديناهم ب 50 اورو. هاد لي شوسيغ ديال تامبرلان خديناهم ب 50 اورو او ليو دو 145. هادو سي هما ديال تامبرلان كيديروا لو بري. هنايا كاين الداخل ما نعرفش يبان لكم ولا لا. كيديروا هادو 90 يورو وردوهم لو بري اوتليت 63. وهاد 63 دايرين فيها موان 50، يعني خديناهم 31 واحد ولا 32 يورو عوض 90 يورو. هادو عوض ناخذوهم 90 يورو خديناهم ب 32. داكوغ سا اوسي هادو تا هما ديال تامبرلان. هاهما كيديرو شتو كيديرين واعرين هادو البنات وخفاف وكما راه كلشي اللي كتعرفوا راه هادو الصح والعمل. يعني الا عندك صباط تاع تامبر كيبقى عندك ديزاني ديزاني فريمون ما تيتحرتك والصحاح ما تيتقطعو. ضربي بيهم اللي كيخدموا في لي شونتيي كيلبسوهم فريمون صحاح. لي برودكان ديالهم بعدا كاين الصح والعمل. عندي واحد البرودكان ديالهم من 2010 ليومنا هذا بحال الا جديد. الوغ عند هذا كيدير 150 يورو كلو بحال 30000 ريال. 150 يورو 1500 درهم بحال تقريبا. لو بري اوتليت نقصوا ليه 50 يورو كيبقى ب 100 يورو. وهاد 100 يورو ناقصين عليها 50% يعني كيطيحوا ب 50 يورو. داكوغ هادو كيبقاو ب 50 يورو. يعني غير في لي زاشا ديال لا غاليري لافايت كون مشينا هادشي تقدينا غير في لو بري اوتليت نورمال كون تقدينا شحال. بغيت نوريكم كنا غادي نتقداو هادشي ب 300 اورو. هادشي كلشي كنا غادي نتقداو ب 300 اورو ولكن او فينال دايرين فيه موان 50 توتال دو روميز. توتال دو روميز 140 يورو. يعني خلصنا فينال غير 154. داكوغ 154 اللي خلصنا. وهادشي كل شرينا حنا بلي بخي ريال، يعني بلو بخي باش كان كيتباع في المغازان كون تقدينا شي 500 اورو ولا شي حاجه بحال هكاك ولا شي 600 اورو على هاد لي زارتيكل. كنا غادي نتقداو شي 600 اورو ولا 500 اورو فهمتوا. وحنا هادشي دابا خديناه فينال ب 150 يورو. جاب 150 ل 500 ولا 600. داكوغ شنو او فينال هادو هادو سي دي كادو. الوغ هادو سي سي دي كادو. المهم غنوريكم غير ان ارتيكل من هادو باش تكون عندكم اون ايدي. دابا هاد لو او
هدف جينيفر هذا بدل انت هادو سي دي زاشا درتهم صافي في الاخر صافي خديتهم هذا ديال جينيفر لو بري انيسيال ديالو كان كيدير 10 اورو هانتوما 10 اورو كان باش كيتباع وهنا حنا خديناه ب 5 فوالا Ça aussi c'est des cadeaux. Mais tu aurais comme aussi à Chanel. Alors, Hadi c'est une chemise redite à l'Oldi. Aïe. شوفوا البنات الثمن ديالها كان كيدير 13 اورو ها هو الثمن شتو الثمن ديالها بلا لي صول 13 اورو كانوا نقصوا ليها ردوه ب 10 بتعود وانا خديتها او فينال ب 5 يعني عوض ناخذها ب 13 خديتها ب 5 يعني شحال نقصي ليها شي 8 اورو ولا تعود لي باش نقصي يعني انا دي خديتها ب 5 اورو هادي هاد كاين هاد البيجاما هيا ها لو بونطالون ديالها ديال سكوليت دي تاتا هي لولدي الوغ هادي غادي نبدا بزمع الوغ غادي تشوفوا الثمن الاول هادي لو بري انيسيال ديالها ما ديش يبان لكم مزيان البنات ولكن انا كيبان ليا كان ب 24 اورو هاد البيجاما هاد السيرفيت كانت ب 24 اورو قولوا 25 اورو مع 99 25 اورو وانا خديتها ب 7 اورو يعني بحال قصوا ليها 19 اورو البنات هادي خديتها ب 7 عوض 25 داكوغ حتى هي من اشايم هذا سي ان بونطالون اوسي هادي عجبكم تا هو هاد لو بونطالون خديتو هو لو بري ديالو 15 اورو 15 ياك وانا خديتو بثلاثة يعني بحال 11 اورو اللي وفرت 11 اورو باش ناخد هاد السروال هذاك 19 اورو اللي وفرت هنا 11 اورو شتو البنات وهذا نعطيكم عطاني هادو وريتهم البنات مي ستوري ولكن قلت نخليهم يكون في الفيديو ها انتم شفتوا البنات انا راه قلت لكم كناخذ الحوايج ديال العام كلشي الميزون فون في لي سولد هادو سي دي بيجاما سي دي لا بلوبار بور ميزون فون يعني دي بودي دي باردور دي بونتالون دي تي شيرت انا نعطيكم غير هذا باغ اكزومبل ديال ديزني لاند هانتوما هيا هاد لو جيلي شتو كي داير ديال ديزني ها فيه موان 70 البنات لو بري ديالو خديتو ا موان 70 يعني هو كيدير 17 قلت 18 اورو اللي كيدير بشحال خديتو 3 4 5 يعني قولوا 5 اورو باش خديت هذا هكا عطيكم لي بري ابروكسيماتيف داكور ها هو هذا مثلا ديال سميت هاد الطوموبيله ديال نسات عليا هاد الرسوم كيحماق عليهم ولدي كيدير ب 20 اورو حتى هو خديتو ناقص 70% ناقص 70% يعني خديتو ب 6 عوض 20 المهم كاينين هنا هما بلا ما لو بيتي باتو ها انتوما البنات كاع بيتي باتو ها بيجاما دو بيس بيجاما 20 يورو فيها ناقص 70% ناقص 70% يعني بحال خديتها حتى هي ب 6 داكوغ انتوما كلشي هادو انا شي كنوريكم غير فريمون غير شويه ماشي انا كنتقدا اون ماس ايوا هادو اللي كنتو كتسناو
الوغ باش تعرفوا واحد الحاجه نقولها لكم راه كنشرحتها في مي ستوري هو انه في اوتليت ديال تريون دايرين دي اوتليت ودايرين هما لي سولز ياك يعني الا تقديتي مثلا دو حيت هي كيبقى ساريست شير البنات الا خديتي مثلا دو ارتيكل كينقصوا لك على لو بري اوتليت 10% خديتي 3 ارتيكل كينقصوا لك 30% خديتي 4 ارتيكل فوق 40% على لو بري اوتليت يعني ماشي على لو بري انيسيال كاين اوس هانتوما نعطيكم انا مثلا راه وريتهم لكم البارح هذا سي ان اونسومبل هادو كيديروا شحال 80 يورو هاد لي سوتيان كيديروا 80 يورو يعني كون مشيت انايا للمغازان تاع تريومف العادي اللي كاين في لا ديفونس ولا فهمتوا عجبوني هادو خاصني ناخذهم ب 80 يورو داكور ولكن هما لو بري اوتليت ديالهم 55 يورو شتو البنات وداروا ليهم ناقص 50% على لو بري اوتليت كيطيحوا ب 25 ولكن واخا هكاك هاد 25 الا كتاخدي 4 تاع لي زارتيكل كينقصوا لك 20% يعني انا هنايا نقصوا لي عاوتاني واحد 4 اورو يعني خديتهم هادو ب 21 اورو عوض خديتهم ب 21 اورو هاد لي سوتيان عوض 80 اورو من 80 اورو حتى ل 20 اورو شحال هذيك يعني بحال نقصت عليهم 60 اورو داكور ساوسي البنات هادو كيديروا 70 يورو كيديروا 70 لو بري اوتليت داز ل 50 يورو وانا خديتهم ب 20 وكما قلت لكم حيت خديت 4 تاع لي زارتيكل داز ليا ب 16 يورو حيت نقصت منها 4 يورو ديال 20% داكور غنوريكم انا لا فاكتور باش تفهموا اكثر هادي تاع الارماني مع فين طاحت ليا ديال مع فين طاحت ليا تاع تريومف المهم كنت وريتها لكم في مي ستوري جوبونس جي في لو تور جوبونس وريتكم كيفاش يعني البنات الا جيتو تشوفوا خاصنا ندير لو كالكول نعطيكم غير ان اكزومبل ديال هاد لي سوتيان باغ اكزومبل خديت انا 4 ياك خديت 4 تاع لي بيس جوج كيديروا 80 يورو يعني 160 يورو نعطيكم اكزاكتومون هذا 70 وهذا حتى هو 70 يعني 140 140 زيدوها 160 يعني صافي 300 يورو يعني كون هذا الشيء خديته انايا بلا لي سولد كون خلصت فيه 300 يورو هاد ربعه ديال البياسات كون خلصت فيهم 300 يورو ولكن انا ما خديتهمش ب 300 خديتهم بشي 64 يورو باش خديت 4 تاع لي بياس داكوغ ايوا فوالا يعني فهمتوا البنات لي سول فريمون سون انتريسون والله انا ربع المرات لي بيجاما لي تيشيرت كناخذهم في اشاين باغ اكزومبل كناخذ دي تيشيرت ديال لي زونف ولا حتى ديال كبار ب 1 يورو عوض 15 يورو سورتو نقولها لكم à partir de la semaine prochaine البنات سيروا ديروا لكم لي سول حيت كيوليو لي بري شنقول لكم بطاطا كيبقاو يحطوا غير 1 يورو 2 يورو لي زارتيك سورتو في اشيم خلاص كاع الا كنتو كتاخذوا من كارفور ولا من اوشون ولا سميتو كيكون ناقصين 70% ولكن كيقول لك الا شريتي دو زارتيكل عندكم دو زارتيكل غراتوي وهما مسولدين يعني كشي كيطيح لكم بطاطا يعني بعض المرات كنجي كنشوف كنلقى خديت دي زارتيكل غير ب 50 سنتيم 60 سنتيم البنات حاجه اخرى شنو هي واحد الحاجه اخرى البنات قالوا لي هادشي عندكم بطاطا وحده صيفطات عليا قالت لي هادشي عندكم بطاطا بارابور سبانيلا اختي سمحي لي اسبانيا هي رخيصه انا كل لقيت ندير لي سول تاعي في اسبانيا والله حتى نمشي نتوما اللي عندكم الرخاء لله فريمون نتوما اللي عندكم الرخاء اي فوالا جيسبر كون عجبكم الفيديو تاعي لا بروشين